only country in the world where nearly 50% of the population are malnourished. معلوم. وسانسان توغوريز. هلا بقى corruption. Yeah? Corruption يعني محل توغنيمو حولها لحد يوم مدى مساكين تعيلين الى ديساني. Yeah? إن هكذا وراك هاي ولا شعب عنتوي corruption. صدح. حيب تا وايد كارك يا اما دكا بدعه كنقدي قاجه يو يو نصيب دره هوجيس اما هو غري كلا يو ما خا كره واخ كلا هوجيس ذا بوينت از حيب تنا واحد نقطه اي اف سوق او اه دات سوماليه دو هذه الدوري هنا واحد دعاه الدير دعاه تصدح افراد اس ان سانتي وحوي تشايل سولجرز عرور اسخر لقد دغني أنا بقول إذا نمهل وصل كحيس توك إيه وحنا أهل هيب البانو نحيه وحنا الشباب بنا هلا وصل كحيس. أنا بدي أولاد تاجين إيه مكو إيه محاكو هاي الجيم كو يدونا كهور جيس. point هو حوي عروتي سومالي ده إن شالت إلا قد دكتو أسكر لبيه تمن جيري سنتي حيتو من أي أبري تمن جيري أسكر لقد دكتو. تشنا. وحوي يون لطابن. ودن كي وفر فرميا. وفر فرمايا ما أنت سيد اللجوسو عليو أنا وقبل كده ما أنا كامل أنا واحد كامل وقوي وحين لو نجلي بريتش سمعنا الآن بقى كامل وضك يدقيني إنك صورنا بقى هاي ذلك الناس كان بوري دقيني ذلك يجيهين ذلك كسماية دقيني ذلك يجيهين يجيهين ذلك دقيت بيت دمائي ذلك يجيهين بوسا ذلك دقيني يجرو ذلك يجيهين لكن سرع أي حنجر تعرف كورني ليو شن تقبل أنا قبل كده وقوي إذا أيام كامل سيد اللجوسو عليو وقوي يا واحد حمري يروح على قهر ليه هالكل هيم البصران هيم البهوس هي ريه بالبحر كم وتي راح على قهر ليه ريو غوي سلاسوسي الصعبة سلاسوسي الصعبة هدي عرين تاسي أن لجود جلنا سيد لجود واي فرمي سيد لجود سر علي أنا it will become impossible I think secession كعين كاسين وحوي روح طبعا in fact ما كان قدام بيسا the most difficult question ورنك وين إيه الصومالي كل صوم مكان قرن نمد الدوحة وهي وضع قصلا وكلا قوة أو تاسح حلال ودو سلسلة دي مركب وفرت خلاص بنت هذا كان يمارسها مع هذا كلا هذا كان يمارسها زاتيس هذا كلا هذا كان يمارسها why not فأنا أقول له ما تعرف أنا واحد طبعا يلا هذا الكومي هي هو كم صومالي دو صدح جرن جروي three crises صدح بلايو ومركي وضع دعين هو نقضي ما حيت يتوقف الرئيسة وحوي يضع اي بابا دي ام بها دار اي بابا ان اي سي بابا ايسو depending on how optimistic or pessimistic you are وحي لو اورنجري صومالي نمو اخلاق دي دي ادب تي دي دين تي دي دقن كي دي إيه كان أوغوليسي إن أنا نضد إسكونا هاي، يا؟ The destruction of Telos, yeah, and a way of life إن أنا دين إتاتو دما هاي، أما بوربورتاي دما تي، هدي كلا يصير بوربورس. Crisis number two, وحوي وحي لأورنجري يوسف وكي تابتر وزير وكي بلاري، وحي لأورنجري قرنمو، يا؟ قرنمو. دول النمو مش الأورنج هنا هي ضرف أنجر هنا أنجر هنا واحد كهجد دليلة قرن النمو واحد هو إن واحد وي ستيت واحد ليلة which is different than the regime as ستيت هو الأورنج هو زيكو الشيء اللي ده حرمناها بدل administration كلام مجرى ما وح وما تسمع عليه بعلى وحاس أو ستيت institution كله أو تاجن أنا ما قرن يدي يقولون ما يطلع ويجرت لكن ما قرر يوقف كرايسيس كصدحات ناشنال انستيتيوشنز كديين كل بعض كرايسيس كصدحات صدحات أنا واحد على طاي وحوي وحي الأورنجر ليدرشيب ليدرشيب وضحت النمو الأورنجر هوجان إلى الأورنجر ليدرشيب كرتي أولى إلي معنى يسوخ أباك أما اللي إذا شبك ما أنت تعقل هالنقط أما كم يكوه الرئي هالنقطة إلي معنى يسوخ وحي أرنتو تهي إلي معنى يسوخ as clear and as precise
inaanay jirin su'aasha ugu weynna inay miiska soo dhigto inaanay kartidaasi jirin waa macnaheedaysa qadiyadu waxay tahay su'aasha halbowlihii inay miiska soo dhigto taasina kartidaasina inaanay jirin way leadership su'aasha marka gunta ay taalla waa soo dhowaa yuusuf su'aasha gunta ay taalla waxa weeyaaniga caawis soo hordhigaya waa one simple question markaad kusoo duubto waxa weeye ingiriisi aan ku sheegay soomaalida aan isku dayay inaan ku bedelo waxa su'aasha waxa weeye can the somali people survive their own political death dadka soomaalidu ya ma ka badbaadi karaan dhimashada siyaasadooda can they survive their own political death jawaabtu markaa hadday tahay ha ya wana ahayn the easy victories inta gashaada shacaba war ha maana ay dab tahay de ya hadday jawaabtu dab tahay affirmative oy tahay tu dhab ha hadday tahay waa inaad ogaataan adduunyada inteeda kale boqolkiiba sagaashan haddaanay ka badnayn inay isla gaadhay maya soomaali kama badbaadi karto ya their own political death adduunyada inteedii kale and they don't care anymore way ka daaleen they don't care anymore de waa laga yaabaa qof miskiin oo doonayo bini aadamka ka naxaya ama muslima ha keenta wax dhartay inuu amar dadkan baabaayo waxa la siiyo way iman doon way jiraan qaar raqdaad doonaya inay ka lacagaystaan oo ajnabihi way jiraan oo safaan naqaana qaarkood oo n g os iyo wax isbaas ku jira way jiraan laakiin adduunyada intii ballaadnayd soomaaliya wax laga quusto waxaa la yidhi you cannot help this this is no more laakiin hadday dab tahay haadu dab tahay waa gunaanadkayga way yuusfo waxaan leeyahay anigu waynu doodu haynoo furanto lagama maarmaan weeyo xoriyatan qoolka rag iyo dumarka in loo furo oo ay u banaanaato meelba sidaas caawa loo furo waa lagama maarmaan hadday kale lama dhaqaaqayo foogana waa in la saaraa arrintii leadershipka waa in fooga la saaraa waxaan kusoo gunaanadayaa markaa waxa weeye waan kusoo dhamaynayaa hadday leadership tahay sidee loo gelayaa weeye arrintii waa nin last minute kow anu waxaan leeyahay ma dhaqaaqayso arrintaas leadershipku ma dhaqaaqayso inta lagu socdo 4.5 inta lagu socdo ma dhaqaaqayso waxaan ay u dhaqaaqayn dad badan oo soomaaliyeedna dembi bay ka gasho lagu yidhi waa four waxa tiin point five yacni bal wasakhda ayaa kata point five baa taan lagu yidhi nus ah nus dadeed kuwa kalena four la yidhina ya guul aanay kasban iyo magac aanay kasban iyo shaqo aanay la iman la siiyo la yidhaaho waad buuxdaan full number yaa tiin kow waad buuxdaan waa dawaan ay kasbanna 4.5 elto meel in la iska dhigo diintuna way xaaraantay meel sabaylata baadamadka talabaad quickly waxa weeye su'aashay ahayd in laga baxo 4.5 su'aasha ka soo horjeedee baabin karta waxa weeye very simple question wasiirkuna in fact I think heis exactly on target on this yaa ina wadi kara yaa ree hebela maaha yaa ina wadi kara ya yaa ina wadi kara oo waddadaa dheer inaga saari kara weye su-aasha whether it is the big one at the top or the lowest office in the place wa the same criteria yaa ina wadi kara su-aasha w kolkaas dadka qofka ina wadaya hadduu noqdo maxaan ku lahayay so point five good in fact dadka ugiil baxsan soomaali maanta taariikhdeeda marka adeegtay adduunyada garanaya waa dadka lagu leeyahay 4.5 dadka inoogu il baxsani waa dadka soomaaliyeed ee banaadarid ah meel ay joogsanaanna maanta ma hayaan waa footnote marka quickly criteriyahii leadershipku maxay tahay weye marka waa co leadershipku amba